أنا أحتاج أن أطلع على الدائرة وأن أقعد للمشورة مع الناخبين، ناخبين اللي خرجوا في 27/7 في عز الصيف وفي فترة رمضان وأولوني ثقة أنا أفتخر فيها وأعتز فيها وأعتبرها تاج على رأسي. لذلك لن أنفرد بالقرار، وأنا أدعو المخلصين من أبناء الدائرة أن يتواجدوا الليلة في ديواني بالفردوس، وهم يعلمون الديوان جيدا، حتى نتخذ القرار بعد ما أسمع منهم ويسمعون مني. وليعلم الكل أن هذه المقاعد إذا لم نوفيها حقها فنقعد في بيوتنا أشرف لنا.